السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسس اليوم خاصة بمادة النشاط العلمي، هي كتاب المفيد في مادة النشاط العلمي، كتاب متعلم مستوى السنة السادسة من التعليم الابتدائي. نبدأ صفحة 22، صفحة 22، درس الحصة الأولى، درس مكونات الجهاز العصبي. هذه الوثيقة تمثل لنا الجهاز العصبي الذي يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي الذي يمر داخل العمود الفقري، ثم الأعصاب التي توزع على مختلف الأضلاع. هذه مكونات الجهاز العصبي. هدفنا هو التعرف على هذه المكونات التي تكون الجهاز العصبي. نقرأ وضعية. رافق علي جده الذي أصبح يعاني من بعض الارتعاش. هذه الحالة المرضية خاصة بالجهاز العصبي في يديه، إلى عيادة الطبيب. وبينما هما واقفان أمام العيادة ينتظران فتحها، قرأ هذه اليافطة. اليافطة هي هذه: دكتور جهاز عصبي، دكتورة طب الدماغ والأعصاب، وهذه الأمراض التي يعالجها، كلها خاصة بالجهاز العصبي. قرأ هذه اللافتة المعلقة بباب العيادة، فأراد أن يعرف مكونات الجهاز العصبي. أراد أن يتعرف على مكونات الجهاز الذي يختص فيه هذا الطبيب. فتساءل. ما هو السؤال السائل؟ إذا ما هي مكونات وما هي الأعضاء التي تكون هذا الجهاز الذي هو جهاز العصبي؟ أطرح سؤال التقصي. السؤال الذي سأطرحه هو: حدد مكونات الجهاز العصبي. نحدد مكونات الجهاز العصبي. أتحقق من فرضياتي. نلاحظ الوثيقة رقم واحد. نلاحظ الوثيقة رقم واحد. ثم أجيب عن الأسئلة التالية: مما يتكون الجهاز العصبي؟ يتكون الجهاز العصبي من الدماغ، النخاع الشوكي، ثم الأعصاب. الدماغ يوجد داخل الجمجمة، والنخاع الشوكي يوجد داخل العمود الفقري، والأعصاب توزع على جميع أعضاء الجسم. ما هي مكونات الدماغ؟ سنجيب عن السؤال الثاني. ما هي مكونات الدماغ من المخ والمخيخ؟ من المخ والمخيخ. يتكون من المخ والمخيخ. أين تتجاوز تواجد الأعصاب؟ تتواجد الأعصاب في مختلف، انتبه هنا معي، في مختلف أعضاء الجسم، في مختلف في مختلف أعضاء الجسم. أين يتواجد النخاع الشوكي؟ انظروا جميعا إلى الوثيقة بلون أصفر. هذا النخاع الشوكي يوجد داخل العمود الفقري الذي يحميه من الصدمات. إذن أين يتواجد النخاع الشوكي؟ يتواجد داخل العمود الفقري. داخل العمود الفقري. ثم نتابع الأسئلة، نتابع السؤال. هنا ملخص يحدد لنا، ملخص يحدد لنا مكونات الجهاز العصبي. يمكن أن نقرأ: يتكون الجهاز العصبي من الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب. يتواجد الدماغ داخل جمجمة الرأس، والنخاع الشوكي داخل العمود الفقري. والنخاع الشوكي داخل العمود الفقري. داخل أنا سأعيد
يتواجد الدماغ داخل جمجمة الرأس، والنخاع الشوكي داخل العمود الفقري، وتتوزع الأعصاب عبر مختلف أعضاء الجسم. سي كوا لو سيستيم نيرف؟ دو كوا سو كومبوز لو سيستيم نيرف؟ سو كومبوز دو لونسيفال الذي هو الدماغ، الأموال إبينية إبينيير، النخاع الشوكي، ولينير الأعصاب. لونسيفال، والدماغ إلوجي، سافيدي سو تروف دون لا بواط كرانيان، سافيدي الجمجمة، يا الجمجمة. لاموال إبينيير الذي هو النخاع الشوكي دون لا كولون فيرتيبرال داخل العمود الفقري. اي لينير سو ديستريبي دون تو لو كور، سافيدي في أعضاء الجسم كله. أن دابا سؤال أستثمر وأطبق تعلماتي، بماذا ترتبط الأعصاب؟ ترتبط بالنخاع، الشوكي، ثم بالدماغ، بماذا ترتبط الأعصاب؟ ترتبط بالنخاع الشوكي ثم بالدماغ. دو كوا سو كومبوز لونسيفال؟ مما يتكون الدماغ. اي سو كومبوز دو سيرفو، اي سيرفلي، اي سو كومبوز دو سيرفو اي جو سيرفو فولي. بهذا الخلاصة انهينا مكونات الجهاز العصبي. إلى الحلقة الثانية إن شاء الله، بالتوفيق.